dealers.me ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات. مرحبا فيكم مرة جديدة مشاهدينا بحلقة جديدة من أوتو فوكس. اليوم مع بازيرجي موتورز رح ندوي أكثر على البايك سينوفا اكس 25. دائما مع مس جيهان كوتسي لما تكون معنا السيارة جيهان بتكوني معنا دغري. أكيد معك خبرة كتير كبيرة عن السيارة. اختصاصي هاي السيارة. البايك خاصة الاكس 25 سينوفا. السيارة اللي مناسبة جدا لطرقات لبنان. اليوم معنا كمان مفاجأة حلوة لكل اللي عم يحضرونا في جيفت. هيدي خليلون إياها آخر سوربريز. الحلقة أكيد لما وصل الصيف يعني هلأ صح. خاصة مع فصل الربيع تقربنا موصل للصيفية معنا باكج بجنن مع سيارة حلوة كتير اللي هي البايك سينوفا اكس 25. خبرينا بداية عن سينوفا بشكل عام قبل ما نحكي ديتيلز نشوف هل نرجع نستعرض هالشكل الحلو كتير كتير اتراكتيف على الطريق. سينوفا اكس 25 صارت معروفة بالسنوات الأخيرة بالشارع اللبناني، سيارة بتتميز بكل تفاصيلها الخارجية والداخلية اللي بتخلي أي حدا يحب إنه يشتريها، وأكيد سنة بعد سنة عم بصير عنا فخر فيها أكثر، خاصة بعد الفيدباك اللي عم بيكون كتير حلو من كل حدا عم بيسوقها. صحيح أنا فوت على فيسبوك بس تعملوا شيرز للفيديو وفعلا ريفيو عن السيارة من كل الأشخاص اللي جربوا واشتروا السيارة وحتى عملوا تيست درايف عم بيكون ممتاز جدا 100%. عم نشوفها كل حال يعني عم تحكي عن شكل كتير اتراكتيف جيهان، فعلا شكلها كتير ملفت على الطريق ملفت. ان كان من ناحية الخلفية هلا عم تشوف كمان السايد فيو مع اللاينز الحلوة سينوفا، يعني مثل ما شايفها سيارة عالية عن الأرض، مهمة لجميع الطرقات لجميع الصفات وحق كمان لجميع الأعمار، يعني مش عمر معين بيتقيد فيها السيارة. وبذات الوقت هي سيارة عائلية وبتتميز بكتير اشي حلو مثل ما عم نشوف الجنود 16 مع الكاليبرز الحمر اللي بيعطيها شكل رياضي، الروف ريلز، الاشارات على المراية، وناحية امامية كتير حلوة كتير اجريسيف، كرام ظاهر بقوة، عن جريل عريض من تحت حتى من فوق بيتوسط لوجو البايك الوجهة الأمامية للسيارة بكل فخر، يعني مكبرين اللوجو طبعا والفوك لايت كمان السيارة. أكيد مثل ما شايفين كمان فيها الداي لايت كمان كتير حلو حلو كتير السيارة من الخارج. أكيد رح نتابع حديثنا ننتقل أكثر على داخل الأكس 25 وتشوف السيارة. عم ننتقل على داخل البايك سينوفا اكس 25 جيهان، يعني مجرد ما ندخل على مكسوره السياره بنلاحظ الفرق دغري فعلا هالالوان مزبوط الكومبينيشن الحلو بين الاحمر والاسود، حتى عم تشوف الاحمر على فتحات الاي سي. هي تميزت بكومبينيشن الالوان اللي فيها، حتى في كل الالوان افيلبل بيتغير حسب لون السياره من برا، واكيد كله موجود حلوه بالكومبينيشن الالوان اللي فيها مثل ما شايف الاسود مع الاحمر معطينا هيك شكل حلو رياضي بذات الوقت. عندنا كربون فايبر من الداخل كمان مزبوط تابلو كاربون فايبر كمان فيها الشاشة اللي فيها الكاميرا أريير أكيد بلوتوث USB طبعا، وفي عندك الفون لينك ثرو دي كيبل HDMI كيبل كمان بتشوف كل تليفونك على الشاشة كمان الفيتاس ياباني من شركة آيزن اليابانية بيتميز كمان بتو درايفينج مودز عندك الوينتر مود والسبورت مود كمان حلو كتير، يعني السيارة كمان عم تشوف فتحة بالسقف كروز كنترول أكيد الأوديو كنترول على الديركسيون شبابيك كهرباء مرايا كهرباء أكيد تو إيرباكس ABS EBD كله موجود هيدا من ناحية السيفتي. رح نتابع حديثنا معك جيهان نتقل نحكي هلأ أكثر عن محرك البايك سينوفا اكس 25. صار وقت نحكي بيرفورمانس البايك سينوفا اكس 25، يعني أكيد جيهان هيك سيارة بدها محرك نشيط معها، بس كمان بنفس الوقت بدنا نتفاجئ بمصروف بنزين ممتاز جدا. صح، السينوفا هي 4 سلندر 16 سباب 1500 سي سي، وفيرة بنزين قد ما بدك، بتعمل تقريبا بال 240 بالتنكة بكل رياحة، وهيدا أكيد بهم كل الناس. طبعا مع هيك سيارة مثل ما قلنا كمان سيارة عائلية، سيارة للشباب، مصروف بنزين مثل هيدا أمر ممتاز جدا جيهان، مثل ما كنا حكينا كمان سيفتي وايز كله موجود إيرباكس ABS EBD كله موجود من ناحية السيفتي، وأكيد القطع كلها موجودة عند هيدا أهم شيء. هيدا أهم شيء بأسعار كانت مدروسة جدا أكيد الأسعار مدروسة. صار وقت هلا ننتقل لبارت الديل، أكيد نعرف سعر السيارة اللي كمان رح يتخللوا مفاجأة حلوة لكل الأشخاص حابين يشتروا البايك سينوفا اكس 25.
صار عندنا السيارة بالشكل الخارجي، أكيد حكينا عن الداخل وحكينا عن المحرك، صار وقت نعرف سعر السيارة اليوم بالسوق اللبناني. بس كمان قبل جيهان حضرتنا مفاجأة كتير كتير كبيرة، خاصة هلأ قبل موسم الصيف. مظبوط، الأوفر عاملين بمناسبة عيد الأم من 11 ل 21 أذار، مع كل شراء سيارة بايك سينوفا بنقدم لهم فوتشر فري ممبرشيب لشخصين، إيه لشخصين بأديسانس لكل موسم الصيف. أديسانس بجبال؟ صح. تو فاوتشرز لكل الصيفية؟ لكل الصيفية. للدخول على المجمع؟ مزبوط، بيستفيدوا من كل الأشياء الموجودة بأديسانس. بيرفكت، فعلاً عرض مغري جداً، مع سعر السيارة كمان بدنا نعرفه هلا اللي عم يكون أيضاً مغري كتير. شو الستارتنج برايس اليوم أو لا سعر موحد لكل شيء؟ سعر سينوفا X25 بكل التفاصيل الحلوة اللي شفناها، سعر مغري جداً، $12,900 قبل التفقة والتسجيل. هيدا سعر يعني حلو كتير. أكيد ومعطوه فاوتشرز. أكيد معطوه فاوتشرز لكل الصيفية بأديسانس. Thank you جيهان على وجودك. وأكيد معنا. ما بدنا ننسى الوارنتي على السيارة اللي هي 5 years أو 100,000 كيلومتر. كمان هالشغلة كتير مهمة بتطمن البال، وأكيد سيرفيس أبريفانت بيكون ممتاز جدا. شكرا مرة جديدة، ملاقيكم بكرة بحلقة جديدة وسيارة جديدة مشاهدينا. .me ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده، وكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات.